حياكم الله مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى ونحن في هذا الحوار الشائق الماتع مع الأستاذ طلال رواحي، نتحدث عن العلاقات العاطفية عند شباب اليوم بين الواقع والمأمول. كنا نتحدث عن مرحلة الاكتشاف أستاذ طلال في بداية الزواج، الآن هل هذا يعني بأن الشاب أيضا يكتشف في بداية زواجه؟ إذا ماذا كان يفعل قبل الزواج حينما كان يريد أن يكتشف الطرف الآخر؟ كان منبهرا، كان منبهرا، قلت لك هو ما احنا كمجتمع محافظ هو يعني لا يسمح له ان يجلس مع زوجته فتره طويله، انت تعرف يعني مجتمعاتنا هكذا بلا شك، يعني هو مسموح له في الاسبوع يوم ولا يومين بالكثير 3 ايام، ومسموح له ساعه ساعتين، وايضا بعض الاحيان يحاول قدر الامكان ان يكون في مكان احد معاهم، بالتالي هو منبهر. نعم. لان كل اسبوع هو يذهب وهو منبهر، جاء اجمل عطر، ماخذ معه اجمل هديه، ماخذ معه اجمل ورود، وهي كذلك تستقبل باجمل فستان. نعم. وبالتالي هم منبهرين. نعم. ومن حقهم ان يعيشوا هذه المرحله. نعم. لان هذه المرحله هي من اجمل مراحل الحب، لكن هذه المرحله من اجمل مراحل الحب وفي الوقت نفسه تبعد كل طرف عن الطرف الاخر من معرفه الخبايا، وهذا شيء يعني يفضل ذلك، يفضل ذلك، مش الخبايا كخبايا. أتكلم مثلا ما هي العيوب، أنا أتكلم يعني مثلا يعني بعض الأحيان المضحكة المبكية نوعا ما بأنه أن يشخر بالليل مثلا. نعم. وهي ما تدرك ذلك، لكن لما يتزوج معها يتزوجها تطلع هذا العيب مثلا. المرأة العاقلة ما يهمها هذا. نعم. والرجل العاقل لا يهمه ذلك، لكن ماذا أدرك هشاشة هذه العلاقة هي من تجعل الصغائر كبايا. جميل. يقال عندما يكون الحب صغيرا تبدو الأخطاء كبيرة. نعم. وعندما يكون الحب كبيرا تبدو الأخطاء صغيرة. كل طرف يعمي عينه عن أيوة. الأخطاء عند الطرف بالضبط الآخر. بالضبط، عندما يكون ماذا؟ الحب كبير. بما أنك ذكرت موضوع العادات والتقاليد أستاذ طلال، بعض الشباب يشتكون ووصلنا أيضا هذا الاشتكاء من عدد من الشباب، يقولون العادات والتقاليد تقيدنا في المجتمعات الشرقية أو المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام، هل هذا الأمر صحيح؟ كيف ننظر لها؟ هذا المهم جدا، كيف ننظر لها؟ إذا كنت أنا أنظر مثلا لوالد زوجتي بأن يمنعني أني أشوف زوجتي خوفا عليها، أنا أحترم والد زوجتي. فهو الموضوع كيف أنا أنظر لهذه على التقاليد. نعم. جميل؟ أما أمنع لهدف أن أمنع، هنا هو الخطأ، لكن عندما يكون هناك مبرر حقيقي من هذا المنع، وبالتالي خوف الأب هذا مبرر حقيقي، أن الأب بالعكس أنا أستبشر بهذا الأب الخائف على بنته من زوجها المستقبلي، بالعكس هذا أب رائع، إذن أنا يعني فرح بهذا الأب وأدري وعندي ثقة بأن ربى بنته تربية صحيحة. جميل. فبالتالي المهم كيف أنظر لهذه العادة. لكن هذه